هلا بزقروز طير سعد ويانا هلا بزقروز سعد وي او هلا بزقروز طير سعد وي او هلا بزقروز طير سعد وي او هلا بزقروز طير سعد ويانا هلا بزقروز بيجي بارك المعبود هلا بزقروز بيجي بارك المعبود يوم فرح الشعب مثلك ولا موجود نفرح كل سنة لمن علينا تعود نفرح كل سنة لمن علينا تعود تلقى بكل محب مفتوح حبيبانا هلا بزقروز طير السعد او هلا بزقروز طير السعد او هلا بزقروز طير السعد ويا يا هلا بزقروز طير السعد ويا عشتوا حياكم اسعد الله اوقات جميع مشاهدي ومتابعي شاشه العائله العراقيه زاكروس الفضائيه بكل خير وحلقه جديده من برنامج لعبه محيه بالزاكروس ان شاء الله صيام مقبول وتقبل الله طاعات من عندكم واكيد ما يحلى مسانا وما يحلى ليالي رمضان اذا ما مسي على زميلي مغيث اللي مرافقني طيله شهر رمضان والعافيه اكيد يا رسل يا زميلتي الجميله اللي رافقتيني طول هاي الحلقات وان شاء الله مستمرين في حلقاتنا المستمره في ليالي رمضان شو نقول حياكم الله في حلقه جديده من برنامج محيه بالزاقروس هذا البرنامج اللي يجمع العائله العراقيه وهاي الوجوه الطيبه بيناتنا في لعبه جميله وتحدي جميل يجمعنا اني ورسل اللي راح نقسم الفرق ما بين فريق رسل وفريق ان شاء الله تعيشون اجواء ممتعه وسعيده في برنامج محيه بالزاقروس فكرتنا بسيطه جدا اللعبه عباره عن فريقين كل فريق خمس افراد اي فريق يوصل الى العشر نقاط اولا هو يكون الفائز تمام زين بس عندنا احنا جوائز قيمه نقدمها للفريق الفائز شنو هاي الجوائز بالتأكيد يا مغيث اليوم حاضره ويانا جوائز وكل يوم نقدم الى الفائز بلعبه محيه بالزاكروس هذه الهدايا اليوم مقدمه من شركه السلطانه لينا هي عباره عن باكج كامل هذه الهدايا قيمه تقدم من قبل الشركه السلطانه لينا الكائن في المنصور شارع ابو جعفر المنصور مقابل الحلواني بفرع فلافل الحجي موجودين كل يوم وطيله شهر رمضان المبارك وتوجد هناك جوائز وهدايا تقدم من قبل هذا المكان الى المتسابقين الفائزين اكيد يا مغيث وبالتالي هم هداياهم حلوه ومميزه وعندهم منتجات للبشره والشعر ايضا هناك شغلات حلوه عندهم اللي هي تكون بيور طبيعيه لانه انا استخدمها بدون تدخل المواد الكيميائيه بالضبط يا مغيث لانه انا استخدمها واعتمدها مو لانه هي صديقتي بالفعل هي منتجات 100% طبيعيه اذا احبتي المشاهدين عندنا جوائز قيمه جدا راح تكون من نصيب الفريق الفائز يا اما فريق رسل رسل دائما الفريق اللي على جانبك هو فريق رسل بالتاكيد واللي على جانبي فريق مغيث ولا تكون تبيضون وجهي شنقول يا مغيث شنقول يا مغيث بالعافيه عليهم الجوائز مقدمه أكيد. ان شاء الله احنا المهم تتونسون ويانا والاهم من كل هذا انه مشاهدينا يستمتعون باوقاتهم في برنامج محيه بالزاقروس اول ما نبلش محبه الزاقروس موجود يمي راح يكون اربع عظمات راح نبيت المحبس اني ورسل اربع عظمات ركزوا وياي زين العظمه اللي كل فريق يقوم شخص ينوب عنكم تختار ايد وحده يعني تقول اني اقول المحبس بهاي وراها انتم تقولون المحبس بفلان ايد المحبس الايد تختاروها يا موجودين يا اليوم المتسابقين اللي ويانا حاضرين الايد اللي تختاروها هذه الايد تنطق خلاص اوكي اللي تختاروا يكون بيه محبس راح الفريق يبلش وكل فريق له حق يطق ايد وحده صح بالضبط. صح يا مغيث اذا القواعد سهله مستعدين كلش تمام نبدي ونبلش ونقول على بركه الله بسم الله. يا تمام نبلش بفريقك تيمنوا من جهة اليمين يلا يا الله يلا المحبس وين؟ منا نزل المحبس وين؟ نا فريقي إذن ألف مبروك صدقه عفوا عليك يا بطل مبروك وأريد واحد يبيت وينوب عن الفريق زين هسه أول ما نبلش بأول جولة من محيه بالزاقروس منو منكم اللي راح يكون قائد الفريق اللي يبيت المحبس لفريقي؟ منو؟ انتو؟ انت؟ يلا هذا اول واحد، تعال تفضل، تعال حبيبي، اوقف لي هنا. شنو اسمك؟
حسين، اليوم انت راح تكون النائب والقائد عن الفريق اللي راح تبيت به المحبس. هذا محبس زاغروس يمك، بيتنا المحبس، اريدك تبيته وتبيات من هاي الزينه. اوكي تفضل حبيبي. إذن أنا أطلب من فريقي إنه واحد يرشحوه إنه ينوب عن فريقي. منو؟ زهير لديكم لا خاف عليكم. بس لحظة هلا هلا بلش التحدي. شلون؟ زهير لديكم لا خاف عليكم. خلي نشوف. داخلين بحماس يا مغي. إذن نشوف زهير شنو اللي راح يسوي. هل يا ترى بالفعل زهير راح يرجع المحبس وبالفعل يكونون لا خوف عليهم؟ نشوف. اذا فريقي بيتوا المحبس مستعدين ان شاء الله. تمام زهير لديهم لا خوف عليهم. تعال زهير تعال. فريقي حامي وداخل بحماس. طيب زهير ايش راح تسوي زهير؟ المحبس ان شاء الله. زين شنو السبب يقولون زهير لديكم لا خوف عليكم؟ هو اخذنا بارد قبل شوي. اه كلش تمام. اذا قدامك فريقي تفضل. اها يلعب يا مغيث. العظمه تطق تنزل بالتاكيد. هذه هم قوانين اللعبه. تلعب تلعب. شجعوه شجعوه شجعوه. يرجع 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 يرجع. إذن الف مبروك نقطه للقيسي في اول جوله من جولات محب زاغروس. ايش راح تسمعنا؟ يلا ان شاء الله انت وياي ان شاء الله. ان شاء الله. مره ما ينطون للقاعد نزل. ابد. زين حسين استاذ حسين دائما تريدني اشاركك اني. اي حبيبي. حسين القيسي فنان الراق والمبدع. دائما متالق. اريد نسمع فد شيء مختلف وجميل يليق بفريق مغيث. الله 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 روح الرياضيه. سمعنا استاذ حسين. مره ما ينطون. زين. للقاعد نزل مرة ما ينطون. للقاعد نزل مرة ما ينطون. للقاعد وليش ما ينطون. للقاعد نزل ومرة ما ينطون. للقاعد نزل ترى ما ينطونا مرة؟ للقاعد أجار القاعد نزل أتصور إنه لازم ينطون. ها ينطون ولا ما ينطون؟ ينطون إن شاء الله ويجيبوه. إذن إحنا المغزى في قلب الشارع. مبلغ. زين مشاهدينا الكرام أحبتي في كل مكان وزمان مشاهدي شاشة الحب بلشنا في أول جولة وكانت لصالح فريقي صارت بتأكيد. نقطة لفريقي وصفر لفريق رسل. بيت. بالتأكيد. أنا أريدكم بعد شنو؟ من يبلش أستاذ حسين؟ بالمربعات انت مباشرة تبيت، اوكي؟ بلش حبيبي. بالتأكيد يا مغيث هذه النقطة. نعم. لكن احنا بعدنا انه عندنا العزيمة والإصرار انه ناخذ بداية الخير هي ان شاء الله. بس شوف العيون شلون ترسل. احنا قالوا زهير. فالمهمة على عاتق زهير. زهير أكيد. إذا تبيض وجههم تاخذون الجوائز القيمة. وإذا ما بيضت وجههم راح نتشمت بيك. إذا أقول لك صفقة زهير. بيتوا فريقي اموركم تمام ان شاء الله. زهير تفضل يا حبيبي. منو راح ينوب للمره الثانيه على التوالي يا زهير؟ يلا اريدك شنو اسمع صفقات كلها صفق. يلا يلا يا زهير تلعب. الإيد اللي تنطق تنزل. ده تنزل مباشرة. تلعب 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 يا زهير. تلعب وخوش تلعب. بس المحيه بس ما يرجع من عندنا يا زهير.
يلعب صاف قوله يلعب. يرجع يا زهير، يرجع يا زهير. اذا نقطة ثانية لفريق مغيث في الجولة الثانية من برنامج محيط الزاقروس. سمعنا عيني سمعنا ودق عيني دق. يا برجعت من جديد نور بغداد، رجعت من جديد نور بغداد، ورجعت من جديد نور بغداد، ورجعت من جديد نور بغداد، رجعت من جديد نور بغداد، رجعت من جديد منورة ويانا بغداد الحبيبة شلون تنسانا. دخلوا بالوهم من طبا وعدان، قالا وانتهت كل شي اللي بيها انباد، رجعت من جديد بغداد، بغداد رجعت من جديد منورة بغداد، ورجعت من جديد منورة بغداد، رجعت من جديد منورة بغداد، يا با رجعت من جديد منورة بغداد. ان شاء الله دوم عشت يا حسين يا فنان الراقي والمبدع والفرقة أكيد اللي حاضر اليوم ويانا. لكن بصراحة يا مغيث خلي أنوه على حد فقرة، الفريقين نايمين يعني جيب المحابس ويجيب يعني يطلع المحابس إلك صح؟ أي. وما تقوم ترقص ليش؟ ليه؟ هو باعي ضامين الرقصة للختامية لأن ختامها مسك إن شاء الله. لا مستعدين أنا أريد الفريقين التفاعل إن شاء الله. لكن تفاعلكم يهمنا اليوم يا رسل. عندي تعقيب على مربع الجميلة اللي سمعنا ياها أستاذ حسين القيسي. نقول إن شاء الله دائما منورة بغداد بأهلها وناسها، وإن شاء الله عراقنا الحبيب كله بأمن وأمان ومنور دائما وأبدا. بالتأكيد يا مغيث، ومنورة بشاشة زاكروس الفضائية بغداد. بالتأكيد إن شاء الله. إذا مستمرين في الجولة الثالثة والتحدي ما بين فريق رسل وفريق مغيث. منو راح يلعب عن الفريق ومبين. يا الله شنو اسمك؟ كلش تمام. منو اللي تعال أول شيء شبيها إيدك شبيها؟ إيدك شبيها؟ عبرت من المدرسة طلعت فكت الموجودين يطلعون وما طلعوني. زين هذا بيادر السعب إيش؟ درس الأحياء عندي عداوة يا أحياء. هو يا أبوي عبارة. زين شلبت يدين شقت كله. شوف زين هسه بعد مره جاي راح تعبر تنزل من المدرسه. يعبر شنو بطل والله صار هذا شعدك الحساب يرجع بالمدرسه. والله عمي حقك طلع لنا المحبس. ما قلت لي ايش اسمك؟ مهيمن. مهيمن يلا يا عابور. هو يعبر من درس على هذه الجرأة يا مغيث، على هذه الجرأة اللي يمتلكها يقول لك انا يوميا راح اعبر بالتاكيد وما اخاف. شجعوه فريقه يرجع. طبعا سمعت شخص يقول لا اعطيك ايفون 15 اذا طلعته ايش مسيطر. كل يوم اشوفك من السوق تفتر على الخبارة، على الخضارة يا بي. اليوم الفرقة كانت مميزة. عاشت إيدك. شكرا إلك. جزيلا. يا رسول. والله يا مغيث أني حزينة. يا رسول النقطة ما سجلتي لها. لا سجلتها. أني رسول الحلو بيها حقانية. 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 الإلي إلي وال
مو إلي مو إلي. عاشت إيدك. إذن أني فريقي مستعد ومبين. مستعد؟ يلا. أتونا بأقوى رجالكم. إن شاء الله. تعال تعال تعال. أنت هم تعبر من المدرسة تعال هنا. شجعوا يا صف الثاني. ونجيبه. سادس إعدادي ومبطل. يعني لغيتها. من وراء العمل شوية. ها آه. الله يرزقك إن شاء الله من أوسع الأبواب. شنو اسمك؟ مهدي. مهدي. مهدي إيش راح تسوي مهدي؟ ان شاء الله طلع البات. شوف ترى فريق ما ينحزر من وجهه. شلون راح تطلع؟ بعدين يلا يا بطل. اذن نشوف جيبه. نقول جيبه؟ العظم يعني صفق، قول له صفق. جيبه تلعب. افرز 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 تلعب. افرز اقلي هاي العظمه تلعب. اللي تنطق شجعوه يلعب يلعب. تنطق تنزل اقلي هاي تلعب. اللي تنطق تنزل الايد مو غيث. اكيد اكيد. افرز جيبه منا جيبه. لك صار احسن. تعال تعال. شلون حزرته؟ يلا بيتوا. إذن حاليا إن شاء الله واحد النتيجة 3 نقاط لفريقي ونقطة واحدة لفريق رسل. بالفعل بس لكن أكو عيون ترصد نام على المحبس. ما شاء الله الفريق كله هنا مركزوا مركز. لكن يا مغيث إحنا بعد ما ننطي بعد ما تطول ما ننطي زين. يجوز فريقي إلى كلام آخر. فريقي شو تقولون؟ ناطي. شو تقول؟ ناطي كبطل ما ننطي. إذن راح نشوف شو يقولون؟ الموت تاخذوا بالحلم تاخذوا عمي. إذن راح نشوف هل راح يكون واقع أم حلم. منو من الإسباع مالتي يقوم ياخذ المحيبس؟ تعال رسل تعرفيننا على الأخير. تعال صير بالنص. تفضل. شنو اسمك؟ أيوب. أيوب يلا. أيوب أبوجك يحتاج أوصيك ولا لا؟ يلا يا بطل. أنت عوفة يقول لك فوت بيها وعزل مخليها. إذن أيوب في هذه الجولة نشوف إيش راح يسوي. العب. يلا يا أيوب الإيد تنطق تنزل. دير بالك على أبو الأحياء. الجولة الخامسة مستمرين بها يا رسل. بالفعل شنو رايك بايوب يلعب لو ما يلعب؟ والله هو بدايه يلعب تمام بس انت ما تدري يعني هنا انا اكو انت بس طمئنيني يلعب مو يعني مو ايد يعني مو ايد آه يعني ما شاء الله يعني يعني ترى لا تخلي ويل بها يضيع. بالضبط 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 يا مغيث. اذا نتابع ونشوف هل فريق مغيث راح ياخذ المحبس من فريق رسل لو يبقى شان المحبس اليوم صعد لهم الضغط. يلا شوف فريق رسل وين يابا وين فريق رسل؟ ماكو ماكو مشجعين اليوم نايمين. نايمين. يلا يا أيوب. شجعوا إيه ويا ويا. شو تقولوا له؟ بطل بطل أيوب. بطل بطل أيوب. يلا يا أيوب. يلا يا أيوب. ركز 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 تلعب. لا مو قلت اجيبه منها بس اجيبه. قال اجيبه قال اجيبه قال اجيبه. لا لا لا
اجيبك قلت له يجي يرجع. خلينا نحل الموضوع ايوب اوكي ايوب لازم لابد انه تكون صادق. ايوب شنو اللي قلته بس سمعني؟ قلت له دوله مشجعين انا راح اتدخل ان شاء الله تدخل خير. انت ايش قلت؟ قلت له جيبه رجع الباب. بقى يا مرسل بقى البات يا مرسل شو تقول لهم؟ يلا اذا نسمع مربعة جميلة شو تقول هذا مربعة؟ عشر شمعات مو شمعة على قتله عشر شمعات مو شمعة على قتله تدر من مين وجه الله انت الغالي. الفرحة تعم على فريق رسل والابتسامة المرسومة على وجهك تدل على الفوز. هذا المغيث حاليا يقول عشر شمعات أشعل لو بس يرجعون المحابس. راح أشعل لكم عشر شمعات وأنا واحد همين أتبرع لكم بآيفون 15. يلا منو يقوم يطلع؟ من حينوب عن الفريق؟ منو؟ لا لا لا, لا 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 بس لحظة رسل يعني الغش ممنوع تمام؟ احنا مو يم الغش نهائيا طريقنا زيه جدا تمام. مرحبا شنو اسم حضرتك؟ حسين. حسين يا بطل ايدك تنزل مباشره لان الوقت بدا ما يسعفنا اريدك الوقت يداهمنا فريق نشوف الحابس مين حيطلع. يلا يا بطل يا حسوني يلا يا بطل. اذا احبتي المشاهدين نشوف حسين هل راح يطلع المحبس يفتكه من فريق رسل ويعود الى فريق مغيث ام العكس صحيح؟ يلا يا حسين تلعب طق الثانيه تلعب بطل 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 حسين طق هاي يرجع بطل بطل حسوني. اذا يا مغيث الفريقي كان صفر وهسه 3-3 كلش تمام كلش تمام. نسمع عنا معزوفه حلوه بين ما بيتون بعد ما يسعفنا بين ما نسمع معزوفه دق عيني دق اللي حاضره ويانا اليوم طبعا مبدعين. انا اريد اليوم تنزل لي من هنا من المجموعه اللي هنا واحد تعال تعال وايدك بسرعه البرق تروح تجيبها وتجي شو اسمك؟ بس اعرف اسمك يوسف. يا اهلا يلا يا يوسف يلا يا بطل. اذا نشوف يوسف في هذه الجوله راح يطلع المحبس لو لا يوسف ركز حبيبي يلا يا ابو اليوس نشوف يوسف يا بيا فريق رسل بالتاكيد ان شاء الله يلعب يلعب وخوش يلعب 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 يوسف ركز يا حبيبي افتك المحبس من فريق رسل لازم يلعب وخوش يلعب بطل والله يوسف. يا يوسف بطل. لحد الان بطل لك بطل ريبورتر
عافيه عافيه عافيه. يلا ابطال يلا اريدك تبيت بسرعه. بس بصراحه يا مغيث بصراحه يا مغيث اتهني يوسف. ما كنت متوقع اني يوسف مستحيل بكل هذا الهدوء. اتوقع انه 1% انه يجيبه. اذا شو يسموها هاي؟ يسموها المظاهر خداعه. انه يوسف هادئ جدا لكن اجى وافتك المحبس من فريقك وعاد الى فريقي فحظا اوفر لكم. خابرك فيما بعد. ايه بس سهلة. لحظات خابركم فيما بعد ان شاء الله خير. جبناه صدمنا يوسف واخذ المحبس بالفعل يا بكل هذا الهدوء. يعني شو ما متوقع ولا 1% ولا شعره ولا شعره. اذا المظاهر خداعه واخذه من فريقكم لكن نتابع حاليا المحبس يم فريقي. منو منكم راح يطلع المحبس فليتفضل. صار لك ساعة هوبز. يلا يلا طق العظم كيف تلعب افرز طق العظم تلعب افرز 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 لاعوب افرز نزلت يا مغيث نزلت لاعب يلعب افرز افرز طقع العظمه يلعب عمي تلعب افرز افرز جيم الباك ابطال سمعنا سمعنا استاذ حسين راح تقول ملاوي يا علاوي يا علاوي علاوي يا علاوي يا علاوي الاسمار كحيل العسل يا علاوي علاوي يا علاوي يا علاوي الاسمار كحيل العين يا علاوي واحد اسمع علاوي هنا اليوم ارتاح اوكي اكيد عندنا علي لان العليات هوايه يعني اسمع علي هنا هو كينج مو تمام. نستمر في حلقه محيب الزاغروس وهذا التحدي الجميل ما بين فريقي وفريق رسل. النتيجه الان هي كالاتي 5 نقاط لفريقي و3 نقاط لفريق رسل. ائتونا باقوى رجالكم. يلا تفضل بعد عندنا تعال بالحياة تعال تعرف بس تصفر من المدرسة طلع لنا البات. راح احفر لك عليه. يلا يلا يا بطل طق هاي يلعب افرج افرج اها افرج باع علي باع علي ايش فيك؟ اي باوع علي باوع. يلا يا فريق رسل اليوم احنا لو نفوز لو نفوز اريد الفوز من عندكم. والله الفوز جيبوا لنا المحابس افرج شجعوا يلعب شجعوا يلعبوا بالاحياء ما يستاهل تجي يلعب كم عظمه فردوا لنا العظمات الباقيه يلا طقها تلعب لهنا تلعب يلعب وخوش يلعب انت اثنين وانت وحدة بوحدة 4 عظمات بقى عندك تعال على حسين اها يرجع هذا يرجع هذا دخل الحياة هذا سمعونا سمعونا لك عيني دب عيني دب دب you
عاش أدائكم، ممنونين في هذه الجولة. يا المحبس. مغيث أنا حزينة. طبعا حزينة وغصبا عليك حزينة، فريق مبيت. بس لحظة لحظة أبو الأحياء، ليش الفرح معي يمنا أبو الأحياء؟ يعني راح تبين بعدنا بالبداية. يلا هنا زامطتوا بالبداية وقالوا زهير لديكم لا خوف عليكم. وينك زهير؟ عاش من شافك. يلا يا زهير تلعب، شجعوا لي يا زهير. تلعب تلعب زهير. يرجع زهير، يرجع يا بي. أبطال انتوا أبطال. أستاذ حسين الريج وحدة قوية، وحدة قوية مال سبعة. ايه يا السافريت، يا السافريت الله وياك، يا السافريت الله وياك، يا السافريت الله وياك، يا السافريت الله وياك، ما اقدر انا بلا اياك، يا السافريت الله وياك، يا السافريت الله وياك. يا رسول كل هالله وياك لكم. الله 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 وياك. اي انا حاسسها هيك، لكن لعبه المحبس على اخر حبه واخر نقطه. فريقي مستعد، مبيتين مستعدين. عندنا امل يا مغيث، عندنا امل انه نرجع المحبس. قام اللي زامر، تعال 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 العب وتخابرك فيما بعد. خابركم ايه. افرز يا حبيبي، يلا افرز افرز افرز، يلا افرز، يلا افرز، طق لي على عظمك. الك عمي افرز، طق لي على عظمك. تلعب افرز، طق لي ذيك العظمك. تلعب عمي افرز. يعجبني اللعب السريع. روح شد رايك، طق لي على عظمك. بس يرجع 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 دقة. ايه سمعني ايه. أهالينا في البصرة الحبيبة وفي جميع محافظات العراق، من أقليم كردستان إلى آخر نقطة وبقعة في جنوب العراق، تحياتنا لكم جميعا. تحياتنا عائلتنا تأكيد يا مغيث. نعم. تحياتنا لكل الحضور اليوم اللي موجودين. أكيد. تحياتنا للفرقة اللي موجودة ويانا، وتحياتنا للسبحة اللي هي مسويت لي حالة نفسية وعقدة بالتأكيد. لكن أنا أريدك تعالج هذا الموضوع، تمني أمنية يا رسول. تمنيت بأعين صحيح عندها رمشاية، ما ادري رمشاية مو التوقع هنا. أيه. تحققت امنيتك ان شاء الله، بس ان شاء الله ما تمنيتي الفوز لان هاي بعيده. نستمر. لا لا بعيد عن الفوز. من زاغروس المحبس وينه يا رسل؟ بس شوفي والله المحبس ضاع، ما ظن بعد نلقاه. ائتونا باقوى واسبع رجالكم لزامطون عقاري بلاش ولا انطر مني اصلا. بالتاكيد هاي بس هاي بنت صارت. يلا جايين نتونس. لا نتونس. يلا يا بطل يلا افرز. يلا يا سبع افرز. انت خوف كل شيء ماكو. يلا تعالي بس اطق عظمتين واطلع صفق لي. والله عني حكيك. يلعب 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 وخوش يلعب. افرز افرز. خوفتني دمرت لتي. افرز. لا تشجيع. يلا يا بطل
يعني يستاهل يستاهل التسجيل. يبين بيبين صبوي افرز طقني هاي العظمه تلعب افرز افرز طقني هاي العظمه تلعب تلعب خوش العب ده يفرد فريقي وحده وحده جيب الباص من هذه يرجع يرجع ايش قد النقاط يا بيه تسعه استاذ حسين تسعه امي سوينا اليوم استاذ حسين سمعنا عيني سمعنا سمعنا وحده عمو انا ناوي اليوم اي انا ناوي اليوم اصعد للقمر وانا ناوي اليوم اصعد للقمر والله والله اليوم اصعد للقمر ولو عندي جناح اصعد للقمر ويبتلع فدنوب ما يبقى أثر واني ناوي اليوم أصعد القمر واني ناوي اليوم أصعد القمر والله والله اليوم أصعد القمر يا بأني ناوي اليوم أصعد القمر عسيدك والله بالعافية عليك يا مغي صعد القمر من هالسنة أقول لك أصعد و المتوالات والاتور عن القمر تخلصين مني ومن سبحتي بالخير عليك اذا المستمرين مشاهدينا عوائلنا اهلنا وناسنا في برنامج بحيرة زاغروس وهاي اللمة الطيبة والحلوة اللي نتمناكم جميعا كل من يشاهدنا انه تجون هنا وتعيشون هاي المتعة والليالي الرمضانية الجميلة بالفعل يا مغيث انا اتمنى شكو واحد يحضرنا عبر شاشة زاغروس الفضائية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي انه يحضر هذه الاجواء ويشاركهم ويشاركنا ويربح ويانا ان شاء الله النقاط ايش قد يا رسول نقاط هواية هنا عندنا اربعة تسعة وهنا عندنا خمسة النقطة الاخيرة فريق مغيث حاليا تسع نقاط سمعونه زين وفريق رسول ثلاث نقاط سمعونه زين نسمع نوية حلوة ورياضية بس هاي آخر نقطة ركزوا لي يا فريق رسول باعوا لو أبو الأحياء لا ما طلع البادنا خنقك أويلي يعني جديد نازل لنا واحد جديد تعال تعال يقول لك إذا ما يجيب البادنا خنقك أنا قلت لو أبو الأحياء لو أبو المزامط لو لا خوف عليكم زهير بس انت نزلت لنا وجه جديد شنو اسمه يوسف يوسف يا مغيث باوع هم حتى يطلعون من مسؤولية انه خسارة اذا بو المسكين يقول لك اذا ما تجي مع خنقك حطوها قبتك راح تسوي هالوحوش اللي قاعدين دول يلا نبلش على بركة الله احتمال هاي اخر جولة يا يوسف فركز زين يوسف مقدم لنا قربان ينخلق اليوم بالضبط يا مغيث تلعب تلعب يا يوسف تلعب عادي عادي استمروا شجعوا فريقي أبطال تلعب عادي تلعب تلعب لا تنخنق يلا يا يوسف يلا حاير انت هنا انا يوسف حاير تلعب يلعب يلعب وخوش يلعب كلها بلا غير اجيك يلا دقات قلبك زادت يوسف دا اسمعها من يمي يوسف يرجع يرجع أريد فريقك بما أنه اليوم فاز وهو بكل الجولات ما سوى أي
احياء هسه راح وقلت لك ضموها للختاميه. انا اريد الختاميه حلوه مسك ويا استاذ حسين اريدكم تبدعون. يلا خلنا شو نقول استاذ؟ يا خضر الياس منك اطلب مرادي، يا خضر الياس منك اطلب مرادي، ويا خضر الياس منك اطلب مرادي، ويا خضر الياس منك اطلب مرادي، يا خضر الياس. شلون وانت بحالي تداري، الهي شلون وانت بحالي تداري، وحقي النبي والحمزه وحليل هادي، يا خضر الياس منك اطلب مرادي، يا خضر الياس اطلب مرادي، وحقي الحمزه والمجدي وحليل هادي، يا خضر الياس منك اطلب مرادي، ويا خضر الياس منك اطلب مرادي، يا بي خضر الياس منك اطلب. عشت يا فنان الراقد بالفعل، انا راد اطلب مرادي من خضر الياس حتى فريقي كان يفوز وهم كان فعل. المفروض تطلبين كان المفروض مثل انت كل حلقه تقول لي هاي لو شايلين خرزه لو رايحين معاك الخرزه هالمره يمي ومعباس يمي. فاذا احبتي المشاهدين اهلنا وناسنا الف مبروك فريقي، كفيتوا وفيتوا الف مبروك الف مبروك، جبتوها ابو جدار. واني احب اشكر من فريقك بالتحديد يوسف، يوسف هو الهادي لعبة كان لعب خوش لعب نظيف بالتاكيد. هارد لك ان شاء الله حظ اوفر ولا تزامطون، وانت بعد لا تعبر من درس الاحياء، وانت خلي خافون لان زهير لديهم. وصلنا الى الفقره اللي تنتظروها جميعا واللي هي توزيع الجوائز الى الفريق الفائز واللي هو فريق مغيث. يلا يا رسل نبلش بتوزيع اليوم الجوائز. هذه هدايا مقدمة من شركة لينا السلطانة لينا الكائنة في المنصور. نعم تفضل يا حبيبي والف مبروك. مبارك 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 مبارك. الهدايا اللي مقدمه من شركه السلطانه لينا مبارك عليكم تتهنون بها، وحظ اوفر لفريقي يا مغيث. في ختام حلقتنا لهذا اليوم احب اقدم شكر تحديدا الى شركه مخابز باب الاغا على استضافتهم لهذا اليوم إن وكل يوم، واكيد اشكر الفرقه اللي حاضره ويانا ومرافقتنا طيله شهر رمضان المبارك وطيله برنامج لعبه محابز زاكروس. وبالتالي اشكر ازياء لاب اللي كان في المنصور مقابل التاون سنتر على اهتمامهم بالطلتي من ناحيه اللبس. اما بالنسبه للميك اب فاشكر مركز الكوافير سامو على اهتمامهم باطلالتي من ناحيه الميك اب والشعر. انت عندك شكرين باعتبار اطلاله وميك اب عاشت ايدهم، بس انا بطرق الاطلاله. انا اشكر زميلي وحبيبي المتالق احمد الملا على هاي الاطلالات البغداديه اللي يزودني بها في كل حلقه من حلقات برنامج محيط الزاغروس الواقع في الكاظميه، ساحة العروبة، سوق ماجد. كملنا الشكر وكملنا التقدير. والله بصراحة يستاهل الشكر وعلى هذه الأطلالة الرائعة. الله يخليك. نقول إحنا شو نقول؟ نقول مع السلامة. بس نلتقيكم بكل يوم. نلتقيكم بكل يوم بساعة. في ليالي رمضان الساعة الواحدة صباحاً فتصبحون على خير. بس أنا أحب أخلي الختام ويا الفرقة. سمعنا. نسمع ختامية، نسمع ختامية بالمربع. يلا يلا ختامية. الله عليك الله عليك يا مغيث، شقد شفاف
عيني يا قلبي الوالده شقد شفاف عيني يا قلبي الوالده شقد شفاف عيني يا قلبي الوالده شقد شفاف عيني يا قلبي الوالده شقد شفاف عيني يا قلبي الوالده شقد شفاف طيبه ومحنه واحسان الله وبالقران مذكور اسم الوالده بالقران مذكور اسم الوالده يا ربي نطلب رحمتك يا المنان يا ربي نطلب رحمتك يا المنان خلقت امورها على المصايب ساكته شقد شفاف عيني يا قلب الوالده شقد شفاف عيني يا قلب الوالده شقد شفاف عيني يا قلب الوالده شفاف عيني يا قلب الوالد تحياتنا لكل امهاتنا كل ام عراقيه تحياتنا لك اللي قدمتي وتعبتي وسهرتي فتحيه من القلب الى القلب لكل ام عراقيه والله يرحم الامهات اكيد يا مغيث ويحسن للاحياء منهم ان شاء الله اكيد الله يرحم الاموات ويا رب العالمين يغفر لهم ان شاء الله ومثواهم الجنه والله يحفظ شكو ام عراقيه وشكو ام بصوره عامه اللهم امين اللهم امين نختم حلقتنا يا رسول بالتاكيد تصبحون على خير تصبحون على خير الى اللقاء